بسم الله والابن روح القدس الان واحد امين. بكمل مع حضراتكم اعمال الرسل، دراسه الكتاب في سفر اعمال الرسل. وافكر بس حضراتكم احنا وصلنا لغايه فين المره اللي فاتت. كنا وصلنا في المره اللي فاتت في اصحاح 26، الموقف اللي هو فيه فيستوس عازم او مش عازم، اغريباس الملك راح يبارك له علشان هو جه مكان فيليكس الوالي، مسك مكان فيليكس الوالي في قيصريه. وفيستوس قعد يقول له انا عندي مشكله، انا عندي معضله كده، عايزك ايه تشاركني فيها وتفكر فيها، لان انت برضو من نفس الخلفيه، انت كيهودي من نفس الخلفيه، فعايزك تشاركني فيها. انا عندي اسير من سنتين مش عارف اعمل معاه ايه، من الفتره اللي قبليه، من فيليكس اللي كان فتره قبليه، وقصته كذا 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 كذا. المهم أغريباس قال له ايوه ده احنا نفسي من زمان، انا بسمع عنه، نفسي من زمان ان انا اشوفه. قال له خلاص بكره نعمل احتفال، وفي الاحتفال ده هجيبه وتسمعه. وده اللي حصل فعلا. تاني يوم في الاحتفال جابوا الاسير بولس، والاسير بولس ابتدى يتكلم قدام الملك أغريباس. ابتدى يتكلم عن نشأته، ابتدى يتكلم عن إعلان ربنا ليه، واتكلمنا إن دي كانت ثالث مرة بيحكي الإعلان اللي حصل له وهو ماشي وهو رايح لدمشق، وإزاي ربنا دعاه، اتأملنا كتير روحيا في لماذا تضطهدني. ما كناش يعني اتكلمنا فيها قبل كده، بس اتكلمنا فيها في المرة اللي فاتت. وابتدى بعد كده يكلمه عن إن أنا ما اقدرش، انا كبولس يعني انا ما اقدرش ان انا اخالف الصوت اللي سمعته. قال له كده ما اقدرش، لم اكن معاندا للرؤيه السمائيه. فبيكلم الملك أغريباس يقول له انا ما اقدرش ان انا اعاند الرؤيه السمائيه. وبعد كده في اخر ايات وقفنا عنها، اتكلمنا على ان الكلام ده كله حصل في الانبياء، وان الانبياء هم اللي قالوا كده في نبوتهم، ما هياش حاجة جديدة. إزاي هم قالوا على المسيح إنه هيتألم، إزاي قالوا عليه إنه هيتصلب، إزاي تنبأوا عن قيامته. جت اتكلمنا عن أشعياء وهوشع، وذكر موسى، واتكلمنا عن قصة موسى دي. وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم به الأنبياء وموسى أنه عتيد أنه يكون. وتأملنا تأمل كده شخصي في قصة موسى. صحيح موسى ما اتكلمش عن القصة دي، بس موسى نفسه هو اللي يعني جبناها من العهد الجديد، من جبل، من التجلي، من جبل التجلي، لما جبناها من انجيل لوقا، لوقا 9:31، لما قال الذين بيتكلم على موسى وإيليا، ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم خروجه. وهنا كان بيتكلموا عن قيامته، بدليل انه بعد ما خلصت حادثه التجلي، سيد المسيح وهو نازل من الجبل وصى التلاميذ اوعوا اللي انتوا قلتوه ده، اوعوا اللي انتوا شفتوه ده، اوعوا تتكلموا عنه غير بعد القيامه من الاموات. وحتى هم كانوا مستغربين ايه هي القيامه من الاموات. ده بس مجرد كده كان ايه ريكاب سريع على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، او النقطه اللي وقفنا، مش اللي خدناه، اللي وقفنا عنده المره اللي فاتت. هنكمل مع بعض اصحاح 26، وهندخل في كام اول ايه كده، اول ايات من الاصحاح 27. وقفنا عن 23، فهنكمل بنعمة ربنا النهاردة أعمال 26 بدءا من الآية 24. وبينما هو يحتج بهذا، قال فيستوس بصوت عظيم: أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهزيان. التفسير فسرتها زي ما هي، فيستوس ما اقتنعش بكلام بولس واتهمه إن هو بيهزي. بيهزي انتوا عارفين يهزي في اللغة العربية يعني بيهزي، بيخرف يعني. بعض الآباء قالوا إن ده دايماً رأي الشيطان في أولاد ربنا، ده نفسه اللي عمله الشيطان نفسه ونطقه بلسان اليهود على السيد المسيح. يعني ياما اليهود قالوا كلام على السيد المسيح، ده به شيطان وبعلى زبول يخرج الشياطين، ألم نقل أنك سامرية وبك شيطان، وهكذا. كل ده الشيطان نطقه على اليهود وهو بيتكلم على وهم بيتكلموا على السيد المسيح. فنفس النظام هو ده اللي احنا بنقوله برضو، ان فيستوس نطق انت تهزي يا بولس. لكن ايه اللي يخلي فيستوس يقول على بولس انه بيهزي؟ ايه هو اتكلم القديس بولس كان بيتكلم، وكلامه وجه لأغريباس، واتكلم في كام نقطة محددين.
أول نقطة بدايته وعبادته وفريسيته، أنه كان فريسي وأنه كان مضطهد للمسيحيين، دي النقطة الأولانية اللي نتكلم فيها. النقطة الثانية دعوة ربنا ليه وهو رايح لدمشق. فأنت بتتكلم بناء على إيه بالظبط اللي ضايقك يا فيستوس عشان تقول عليه بيهزي؟ هل النقطة الأولانية؟ ما أعتقدش. ده واحد بيقول أنا نشأت إزاي وتربيت إزاي وكنت صغير وكنت بروح فين وكنت في الريسي وكنت مدقق وما أعرفش، ما فيهاش أي حاجة. النقطة الثانية، هل الرؤية والنور والكلام ده كله هل ده اللي خلاه فيستوس يقول عليك بتهزي؟ ولا آخر آية خالص قالها القديس بولس الرسول هي اللي خلته يقول عليه إنه بيهزي؟ آخر آية بيقول إيه؟ أن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، أول قيامة الأموات، أعمال 26-23، آخر آية إحنا وقفنا عنها، إحنا في 24 دلوقتي، فهو بيعلق على آخر آية، بيعلق على حاجة، في حاجة ضايقته، إيه اللي ضايقك قوي كده علشان تقول أنت بتهزي؟ هل النقطة الأولانية؟ لا مفيش حاجة، أنا بتكلم على بدايتي. هل النقطة الثانية اللي هي دعوة ربنا وقلت سمعت صوت وجه النور والكلام ده كله، ولا آخر آية اللي إحنا بنتكلم فيها على قيامة الأموات؟ قد تكون قيامة الأموات هي الفكرة اللي لم يعقلها فيستوس، وعلشان كده ابتدى يقول عليه أنت تهزي يا بولس. وقد تكون وجهة نظر تانية، وجهة نظر محتملة، هي إيه؟ هم جنود عمليين، عمليين يعني بيتعاملوا مع سيوف ودروع وتدريبات وخطط حربية وما أعرفش إيه، الكلام ده كله عملي، العملي ما عندهمش وقت للدين، ما عندهمش وقت للحياة الروحية، ما عندهمش وقت ليناقشوا حتى أو يتأملوا في الظواهر الروحية اللي ممكن تيجي. يعني حتى اللي كانوا مع بولس ما هو كانوا جنود برضو، لكن لا، ده الموقف بقى هما كانوا شهود فيه، النور وقعوا على الأرض وشايفين بولس اللي كان مفتح معاهم وهو بيقودهم وهو اللي بيحمسهم، يلا هنجيب كل المسيحيين هنرجع بيهم مقيدين، لا ده شايفين ان هو لا بقى اعمى ومش شايف وبيقتضوه وبيدخلوا دمشق بيه. فقد يكون احد التفاسير يقول لك اصل هم جنود عمليين، الحياه العمليه اللي ما لهمش في القصه والحياه الروحيه، بالاضافه انهم رومان وثنيين ما يعرفوش، ما دخلوش الايمان يت يعني. وده الموقف الحالي على فكره، يعني احنا لو جبنا ده وطبقناه على موقفنا الحالي تلاقي ان الجنود هم دلوقتي الصفوه. يعني فكر في الصفوة، تلاقي مثلا التوب ايه المتعلمين الـ يعني اللي هم ليهم في العلم والفضاء بقى واللي واصلين لأعلى أعلى درجات العلم والكلام ده كله، علماء في الاقتصاد، علماء في الطب، علماء في الفضاء، علماء في الهندسة، علماء في كل زقول زي ما تعايزين. هو ده اللي لما بيوصلوا لدرجة العلماء يقول لك لا خلاص بقى، يبقى ما فيش ربنا، ما ربنا مش موجود وما فيش دين والدين ده بيتحكوا بيه على الشعوب وكل الكلام ده. فنفس النظام نفهمه انه هو ليه فيستوس بص على انها هزيان، راجل عملي، دروع وحروب وخطط حربية واحنا نخش من هنا ولو طلعونا من هنا يبقى في بلان بي من هنا، طب ونجهز ليهم المية ونجهز ليهم المؤونة والعداد وخطط حربية وحياة عملية بحتة لا تتفق مع الحياة الدينية الروحية، التفسير دي كلها أو التأملية والكلام ده كله. لكن في نقطة وأنا بحضر لقيتها تستحق التأمل والتفكير بصراحة. هو المرة اللي فاتت يعني نستغرب إن فيستوس وصف بولس إنه يهزي، والمرة اللي فاتت كان مقتنع ببراءته. دي تمشي مع دي إزاي؟ بيقول لك إيه هنا في أعمال 25:10، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت جيداً، بيكلم فيستوس. يبقى إذن بولس الرسول كان يعلم إن فيستوس يعلم ببراءته. يبقى إذن ما أنتش بتسمعني لأول مرة، كل الكلام اللي أنا بقوله ده أنت سمعته قبل كده وسمعته مرة واثنين، ويمكن لما مسكت جديد في قيصرية بعد فيليكس أكيد أنت بتتابع كل فايل، لو قلنا فايل يعني لكل سجين، ف جيت عند الفايل بتاعك وأكيد الدوك سامري ده مين وبيقول إيه، وهل هو مسجون سياسي ولا مسجون سرق حاجة ولا عمل حاجة وتفكيره إيه، وأكيد خد سامري عن الموضوع ده. يبقى إذن أنت ما كانش جديد عليك الرأي، رأي بولس الرسول ما كانش جديد عليك مفاهيمه. ده لما جه أغريباس اتكلمت معاه وقلت له أصل هو واليهود مختلفين وبيتكلموا على شخص اسمه يسوع،
وهو بيقول انه قام من الاموات وهم بيقولوا لا ما قامش من الاموات. يبقى اذا الموضوع مش جديد عليك، الموضوع انت سمعته قبل كده. ولم تصفوا في هذا الوقت بالهزيان، يبقى اشمعنى جاي دلوقتي قدام اغريباس وتصفوا بالهزيان؟ نقطه تستحق ايه؟ التامل. ما هو الواحد يا اما مقتنع ببراءه الشخص اللي قدامه يا اما مش مقتنع. ما النهارده مش ابقى مقتنع ان هو بريء وبكره اصفه ان هو هزيان، ما تجيش يعني. حتى فيستوس نفسه لما اتكلم مع اغريباس قال ايه؟ واما انا، وهو بيحكي لاغريباس انا عندي مشكله اغريباس وعايز اقول لك عندي كذا 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 كذا، وهو بيحكي كذا 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 دي قال له ايه؟ واما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت وقد رفع دعواه الى اغسطس عزمت ان ارسله الى اغسطس. اعمال 25 25. يبقى اذا انت نمره واحد مقتنع انه بريء اللي حصل النهارده عشان تصفه بالهزيان، نمره اثنين ما انتش اول مره تسمع قصه قائمه الاموات. ما احنا اذا اعتبرنا ان النقطه اللي يعني تريجرت هيم يعني نقطه قيامه الاموات، ما هو ما قالش حاجه تانية، قال نشأته، قال الرؤيه اللي شافها، وقال اخر ايه من ضمن الرؤيه اللي هي قيامه الاموات. او قد يكون فيستوس قال هذا النوع علشان يرفع الحرج عن اغريباس. تعالوا نفهمها واحده واحده، ازاي يرفع الحرج عن اغريباس. دي نفس القضيه اللي عرضها بولس على اليهود ورفضوها وقالوا له لا ده انت دخلت في قصه قيامه الاموات، دخلت في قصه يسوع وقيامه الاموات بتاع يسوع، لكلنا لا يجب ان يعيش. مش احنا قلنا ان ده هذا الانسان لا يجب ان يعيش؟ ده اللي قلنا. فانت بتقول نفس القصه قدام يهود، وده فيستوس بالنسبه لتفكير فيستوس يعني اغريباس في بيتي او يعني ضيف عندي، فانا اشيل عنه الحرج ده. عارفين لما حد يقول لا يا راجل، يبقى واقف كده وسط اثنين، واحد بيتكلم ضد واحد تاني فيقول له لا يا راجل ما تقولش الكلام ده، وعينه على الشخص التاني كده يشوف هل تأثيره، هل ضايق منه، هل علشان يحاول يكون ايه، يشوف الاتجاه الكلام رايح فين بالظبط، هل الشخص ده مش طايق الشخص ده، هل ضايق منه. وده ملك يعني، ده لو قال خلاص بقى لا ده يموت. anyway، فهل قال النوع ده علشان يرفع الحرج؟ هل قال النوع ده علشان زي ما هنشوف بعد كده يعني هتدخل الموضوع في اثنين واقفين قصاد بعض، هيجي بعد كده انه يقول لك اتؤمن بالانبياء ايها الملك يعني بقى هنا بقى في يس اور نو، الاجابه اللي بالياس والنو. فهل قال كده علشان يرفع الحرج؟ قد يكون حاجه زي كده برضو ممكن تكون في ذهنه. هل قال كده علشان ينقذ بولس؟ زي ما بقول لحضراتكم، هل قال فيستوس قال الموضوع ده عشان ينقذ بولس؟ لانه ممكن اغريباس يقول لا ده انا يهودي وانت برضو بتقول نفس الكلام ده اللي اليهود رفضوه، طب يبقى خلاص يبقى انت متوقع مني ايه؟ ما انا يهودي، انا عايز اثبت ان انا يهودي، انا كمان ابا عن جد، فانا هرفض الكلام ده وهطالب انك تتحاكم وهطالب انك تتعاقب وانك تطالب انك تموت. فيمكن فيستوس قال نفس النظام لانه مقتنع ببراءته، فكل الامور يعني ايه يعني اون ذا تيبل زي ما بيقولوا، مقتنع ببراءته، خايف ان يصدر عليه حكم، فراح قال لك ايه يعني كل دي مجرد تأملات. لكن طبعا مدى جدواها في غضون انه هو رفع دعوة اوريدي الى قيصر، هل حد يقدر يحكم عليه بعد ما رفع دعوة الى قيصر؟ لا، دي امور تدخل في الامور القانونية، احنا مش بنتصرف مش بنتكلم في الامور القانونية، احنا بنتأمل بس في الامور الروحية والتعليم الروحية اللي نفعنا احنا. الكتب الكثيرة تحولك الى زي ما اقدرش اسيب الاية دي من غير ما اعلق على الكتب الكثيرة اللي تحولك الى الهزيان، دي ما تقدرش تعدي. عارفين دي معناها ايه ببساطه كده؟ معناها انك انت وانت طول الفتره اللي انت قاعد فيها بولس، طول السنتين دول وانت بتقرا في الكتب، يبقى اذا كذا درس بصراحه نتعلمه. اول ما ظهرت له الرؤيه راح في العربيه وبياكل الكتب اكل اللي هي الانجيل والتوراه، العهد القديم والتوراه وكده. نمره اتنين، انت بشرت كل التبشير ده بولس، ورحت هنا ورحت هنا ورحت يمين وشمال، ودخلت مجامع يهود قد كده، ودخلت وأجرت أماكن، فاكرين؟ وأجرت أماكن ومدارس علشان تكلم الناس، وأنت معلم الفصيح، ومع ذلك وأنت قاعد في السجن تشعر بأنك التلميذ اللي محتاج تتعلم تاني، أو تشكر ربنا أنه اداك الفترة الخلوة الروحية علشان تبتدي تملى وتتملي أنت كمان. عارفين القديسين زمان اللي كانوا بيتعرضوا للنفي كانت تبقى فترة مبهجة جدا ليهم، وآخرها يمكن طبعا ساعة البابا شنودة، فساعة الأحداث طبعا اللي حصلت
وتم اعتكافه في الدير. ده بتبقى فترة، وفعلا اللي شافه وقت ده تلاقيه سعيد ومبسوط ومش حاسس ان هو متضايق، لا خالص، ده سعيد ومتهلل وبالسنس اوف هيومر بتاعته بيضحك مع الناس اللي زاروه وقتها والكلام ده كله، انه نفسيته بيتملي. ده دي جفت من ربنا ادهاني علشان اتملي فيها، ازعل منها؟ يبقى اذا احنا كمان درس لينا ان في الفتره السنتين اللي قعد فيهم بولس الرسول دول من فيستوس وبين فيليكس وفيستوس اسف، انا بتملي، انا باخد وبملى من ربنا وبملى من الانجيل وبملى من الكتب الكتيره اللي انت مش فاهمها يا فيستوس، بس هي الكتب كلها علشان ربنا يملاني بيها، مش علشان تحولني للهذيان ولا اي حاجه. قد تكون كتب انا بتملي بيها، قد تكون رسائل انا بعملها وبكتبها علشان اتابع وباشر كراستي، اشوف الكنيسه دي اللي انا اسستها اتابعهم ودول عندهم مشكله واتابعهم ودول عندهم مش عارف موقف وعايز اصلي لهم وهكذا. فما اقدرش يعني اعدي النقطه دي، الكتب الكثيره اللي تحولك الى زيان. انت شايفها كده في فيستوس، بس هي احنا نشوفها بطريقه ثانيه وباسلوب ثاني خالص، نتعلمه من القديس بولس الرسول من استثمار الوقت ومن استثمار كل حاجة اللي عندنا. واحد عنده مكتبة كبيرة، يا بختك عندك مكتبة كبيرة، ابتدي تقراها، خلصتها تبتدي تسلفها لغيرك، يا بختك في حاجة زي كده، وتبتدي تدور على حاجة تانية. آية 25، معلش احنا كل ده كانت في الآية الأولانية. آية 25، فقال لست أهزي أيها العزيز فيستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو. شوفوا أولا رد الفعل ما يتضايقش، رد الفعل هنا ما تضايقش، ادي يخاطب بالاحترام ايها العزيز. والعزيز دي كان اللفظ اللي بيتكلم بيه لما تتكلم مع حد مقامه عالي، ايها العزيز فلان. فرد القديس بولس كان في احترام وكان في نفس الوقت باقناع. يعني ازاي انت بتقول، هو طبعا عايز يقول له انا بنطق بكلمات الصدق والصحو، يعني انت ما هو الهذيان عكس الصحو، عشان كده قال له الصحو الهزيان. ازاي عايز يقول له يعني ازاي الكلام المرتب اللي انا بقوله ده؟ ده انا بديلك من الاول يا راجل، ده انا بديلك من وانا كنت صغير وتربيتي ونشأتي وكنت بحضر فين وعند مين وتلميذ لمين، وبعد كده انا بديك كل ده. انسان مرتب بيفتكر حاجات من عشرات السنين، ده ازاي هزيان؟ ازاي مش في وعيه؟ ازاي يعني؟ فيقول له انا لا، بقى صح الرؤيه، ذكر الرؤيه بترتيب الرؤيه. واحنا قلنا المره اللي فاتت ان الرؤيه دي كانت ثالث مرة، والأحداث الأساسية زي ما هي، جوهر الأحداث الأساسية دي. يبقى إزاي لو واحد بيهزي يبقى هيقول نفس الحدث تاني بنفس الترتيب وهو مش في صح؟ فكان كلامه مرتب، ده يدل على أنه هو منتبه وكلام بصح وكلام صدق كمان. آية 26، لأنه من جهة هذه الأمور، لسه القديس بولس بيكمل لفيستوس، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي يكلمه. هو بيوجه الكلام لفيستوس بس بيشاور على مين؟ الملك الذي يكلمه اللي هو أغريباس. جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. لأنه من جهة هذه الأمور، إيه جهة هذه الأمور؟ عايز يقول اللي أنا بتكلم عليها دي اللي اليهود مش مقتنعين بيها دي وزعلانين منها قوي، اللي هي إيه؟ صلب المسيح وموته وقيامته. فأما من جهة هذه الأمور، الفداء، الخلاص، الصليب، الموت، القيامة، كراستي بيها، أما من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهار. يعني أنت بتعترض على إيه؟ هل بتعترض على شخص المسيح؟ هل بتعترض على إن أنا بقول إن هو اتألم، إنه مات، إنه اتصلب، الكلام ده كله؟ هل بتعترض على هذا الكلام؟ طيب إذا كنت بتعترض على هذا الكلام عندنا شاهد، ما هو اليهود الوحيد، الباقي كله من الرومان، عليه القوم من الرومان، جنود وولاة وقواد 100 وما اعرفش ايه الكلام ده كله. فمن الوحيد اللي عارف الكلام ده، اللي عاصر الكلام ده؟ الملك أغريباس. ليه؟ لان خلي بالكم حضراتكم، احنا دلوقتي احنا في حوالي سنه 60، والقيامه تقريبا كان في سنه 35، يعني بنتكلم في 25 سنه. فأغريباس عاصر طبعا الكلام ده، او سمع على الاقل من وقت والده ما كان موجود انه بالاحداث دي. فده اللي عايز يقول القديس بولس الرسول، اما من جهه هذه الامور ففي ويتنس، في شاهد. لان هذا لم يفعل في زاويه، طبعا ما المعنى معروف، يعني حتى في المعنى الدارج عندنا برضو نفس النظام، دي ما كانتش نظام في حرم اختفيه كده، لا ما كانتش كده طبعا، دي حاجه في الواضح، ده ما فيش حد
ما سمعش عن الموضوع ده. ويمكن المره اللي فاتت انا قلت لكم لحضراتكم برضو قصه تلميذي عمواس، لان تلميذي عمواس وهم بيتكلموا مع السيد المسيح وهو قال لهم هو ايه اللي بيحصل في البلد، قالوا له هو انت غريب، هو في حد ما عرفش، في حد في البلد ما عرفش وما سمعش عن يسوع وانه ده كان راجل بار وحصل كذا 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 كذا، واليهود عملوا فيه كذا وموتوه والنساء حيرونا يعني، ان لما راحوا القبر ما لقوهوش. يعني يبقى اذا عايزين نفهم من كده ايه؟ ان كل الناس اللي في المدينه لا يعرفوا ان في شخصيه اسمها المسيح، هذه الشخصيه كانت بتعمل معجزات غير عاديه، هذه الشخصيه كانت بتدعو لكذا كذا كذا كذا، كان عندهم مثل نبي او 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 حاجه عظيمه جدا، علشان كده هم كلهم كانوا. وقديس بولس نفسه كان يقول له لا، ما ده احنا بنتكلم في واقع يا فيستس، احنا بنتكلم في واقع دلوقتي، الناس كلها كانت شاهده على هذه الشخصيه اللي كانت موجوده، عالم الملك الذي يكلمه جهارا، انا لست اصدق ان يخفى عليه شيء. طبعا مش هيخفى عليه شيء من ذلك، لانه هذا لم يفعل في زاويه اكيد الملك اغريباس سمع عنه. 27، أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. سمارت، فيري سمارت قديس بولس الرسول. هنا الآية الساقة اللي هي 26، القديس بولس استشهد بالملك أغريباس كشاهد عيان. صحيح قد يكون كان صغير، بس أنت سمعت يا ملك أغريباس، سمعت عن شخص اسمه يسوع، سمعت عن في يهود قلبان وزي ثورة في الشعب وزي مظاهرة والكلام ده كله، فانت سمعت اكيد على الموضوع. فقديس بولس في ايه 26 بيستشهد بالملك اغريباس كشاهد على حقيقه، كشاهد عيان في حاجه حصلت في وضح النهار في كل المدينه، مش في زاويه زي ما قال، لكن او شاهد على المعجزات. فاكرين لما هيرودس بعتوا له قالوا له ايه؟ ياه ده انت جيت لي ساعه الصلب، جيت لي انا كان كويس قوي انك جيت لي، انا كان نفسي اشوف معجزه، ما تعمل معجزه. ده كان طبعا في القراءات اللي فاكر حضراتكم وقت اسبوع اللي بنقرا. يبقى اذا معجزات انتشرت، تعاليم انتشرت، كل حاجه انتشرت كانت معروفه. لكن في ايه 27 هنا بيستشهد بيه كيهودي، يبقى نمره واحد بيستشهد، 26 بيستشهد بيه كشاهد على الاحداث من خلي بالكم برضه مركز اغريباس حتى لو كان صغير في ساعتها، ان كل حاجه بتحصل في القصر. انا قلت لحضراتكم قصر الملك ده اللي هو بيحصل فيه كل حاجه، لو واحد مسجون زي قدام فيستوس كده يروح له قدامه، زي ما بعته المسيح عند هيرودس نفس النظام. فاذا قصر الملك هو فيه كل حاجه، يبقى اذا انت شاهد كل حاجه. انت ما تقدرش تقول مثلا اصل دي ما كانتش تبعي، دي كانت تبعت القاضي الفلاني، القاضي اللي هو راح كورت تانية في بلد تانية او في مدينه تانية. لا، لان كل الاحداث بتحصل في نفس ايه، في نفس القصر، فما تقدرش انك انت تقول حاجة زي كده. يبقى إذا نمرة واحد أنت كنت شاهد يا أغريباس، نمرة اثنين أنت يهودي وبالتالي متعلم تعاليم اليهودية وبالتالي مبني على النبوات اللي قالها كل الأنبياء. وإذا أنت لو يتريست كده تعرف أن كل النبوات دي اتقالت على شخص اسمه المسيح، اتكلموا عن ألامه، اتكلموا عن صلبه، اتكلموا عن قيامته وهكذا. أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن بالأنبياء. يبقى إذا خدوا القديس بولس الرسول بذكاء شديد نمرة واحد من جهة تاريخية وإنك كنت شاهد على هذه الأحداث، نمرة اثنين من جهة يهودية صرف لأنه هو شخص اليهودي الوحيد اللي في هذا المحفل. هو اللي سأل وهو اللي جاوب، القديس بولس هو اللي سأل وهو اللي جاوب، ما انتظرش إجابة الملك، لأن القديس بولس الرسول بيؤمن ان لو انت امنت بالنبوات انت قريب جدا، سهل عليك انك تقبل المسيح. وده لو حطيناها كده الدايره تلاقوا الدايره كده عماله تكتمل. صح، هو ده اللي خلى ان القديس بولس الرسول في كل مكان يروحه كان بيبتدي منين يا جماعه؟ من المجمع، يخش على مجمع اليهود ويكون اقرب ناس لانه يشرح لهم، لانه بيشرح لهم على ايه؟ النبوات. يقابل المجمع يوم السبت، يقابلهم ويحكي لهم على النبوات، ومن النبوات المفروض يقول له هم بقى اللي يربطوا. صح، يبقى هو لما قال كده عمل كده، ولما عمل كده عمل، يبقى هو كان بيربط النبوات. حتى التلاميذ في بعض الاحيان بعد ما قام ابتدوا يربطوا. صح، يبقى داود لما قال كده لا يرى جسدك فسادا، كان بيتكلم على ايام النبوات، ابتدوا يربطوا بالنبوات والسيد المسيح اللي اتحققت فيه كل النبوات رغم انها اتقالت على مر الاف السنين. كذا نبي على مر آلاف السنين في العهد القديم، كل واحد يقول نبوة شكل عنه
بس كل هذه النبوات ترسم لنا الصورة الكاملة، كل واحد رسم جزء في الصورة، كل نبي من الأنبياء رسم جزء من الصورة لغاية لما شفناها في التجسد وفي الفداء في شخص السيد المسيح. 28، فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. الآية دي بقى أنا اكتشفت أن أنا كنت بفهمها غلط، كل قراياتي في الوقت اللي فات ده كنت بكتشفها غلط. بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، لأول وهلة كده اكتشفت أن يعني ده أنت قربت خالص، يعني شوية كمان لو تحكي لي كام حكاية كده أنا خلاص هبقى مسيحي. بس الحقيقة ما فيش ولا تفسير مشي بنفس المفهوم اللي أنا بتكلم فيه ده. الحقيقة المفسرين كلهم أجمعوا على تعليم تاني، تعالوا قولوا لكم. أغريباس كان عايز يهرب من الآية، ابتدى يلاقي إن العملية دخلت فيه. أتؤمن يا أغريباس؟ أنا أعلم إنك تؤمن. هيتحط في اتزنق، يعني زي ما بيقولوا، في سؤال إجابته يس أور نو، يعني لو جايبت يس يبقى إزاي بتقول كده؟ فاكرين لما السيد المسيح عمل كده في اليهود؟ معمودية يوحنا منين؟ لو معمودية يوحنا من كده طب ما آمنتوش بيها ليه؟ وهم قعدوا يفكروا، طب لو ما آمناش بيها، لو قلنا انها من السماء يبقى ما آمناش بيها ليه؟ طب لو قلنا من الناس، لا طبعا احنا زنقنا نفسنا، لان الناس عارفه كويس قوي ان هو نبي، واحنا عارفين كويس قوي ان هو نبي ونبي عظيم كمان. فنفس النظام، هو عايز يهرب وخايف انه هيتزنق. معقوله الملك اسير متكبل وايديه مربوطه يزنق الملك ويطلعه من احتفال يعني هيكون كام، يعني ساعتين ثلاثة، يطلعوا من ساعتين ثلاثة من ملك يهودي إلى مسيحي؟ كانت هتبقى يعني حاجة جبارة طبعا يعني. فكل ده اللي عند أغريباس وهو بيكلمه. فهو كل المفسرين مشوا في هذا الاتجاه، معنى بقليل اللي قالوها أو اللي فسروها، قالوا إن كلام القديس بولس الرسول القليل ده كان بقى نص ساعة، كان ساعة، كانت الحفلة دي هاف فان ساعتين، وبعد كده جابوا بولس الرسول في آخر نص ساعة، واتفر يعني عايز يقول له بالقليل اللي انت بتقوله ده عايزني أبقى مسيحي؟ ده الموضوع ده أول تفسير، ده الموضوع ده محتاج كلام أكتر من كده بكتير يا بولس. انت جاي في نص ساعة تقنعني إن أنا أكون مسيحي؟ لا، ده محتاج جلسات وأعداد كتيرة وكلام كتير إن احنا نتكلم عنه ونجيب النبوات ونجيب التفسير ده تفسير. التفسير الثاني اللي قالوه ذكروا معنى يعني نظام، هو انت فاكر انها هتقنعني ان اصير مسيح في وقت قليل؟ هو انت فاكر انك تعمل؟ فكانت المعنى الحقيقه غير المعنى اللي ايه الواحد كان وصل له في الاول خالص. بس لما لقيت كل التفاسير ماشيه في هذا الاتجاه يعني ابتديت افهم وجهه نظرهم، هم بيقولوا كده ليه. ويمكن علشان بعد كده طبعا هو ايه يعني شايفين هم بيبصوا على خريطه الشخص، هل هو آمن ما آمنش، كان بيقولها بإزاي، أسلوبه إزاي. طبعا إحنا من كلام الإنجيل ما تقدرش تخش جوه الشخص إذا كان بيقولها باستهزاء أو استنكار، أو يعني ممكن يبقى صعب إن إحنا نميز ده إلا إذا كان واضح في هذا الكلام. 29، فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلى هذه القيود. قديس بولس رد انه كان بيصلي علشان يقبلوا الايمان، سواء بكلمات الكرازه او التبشير القليل زي ما هو قال بكلمات قليله او بكثير، بقليل وبكثير. وان مش بس هم يقبلوا الايمان، لا، ده انا عايزكم كمان تكون لكم نفس العلاقه اللي بيني وبين ربنا دلوقتي، نفس القلب الملتهب اللي بيني وبين ربنا دلوقتي، نفس هذا القلب الملتهب اللي بيني وبين ولادي في الكرازه اللي بيقول عليهم الذين أتمخض بكم، ده أنا أبوك وأمكم. حالته في علاقته بربنا هو ده، وفي إعلانه الحق والدفاع عن الحق، حالته هذه الغيرة هي اللي كان عايز كل واحد يبقى إيه فيها. مش بس الإيمان، لا، ده مش عايز الإيمان بس، عايزك بإيمان، ده أنا عايزك مؤمن وأكتف كمان، مؤمن وأكتف كله ما عدا هذه القيود الفئدية. وهنا نشوف كمان حاجتين. كنت أصلي يعني هو أنت يا أغريباس الملك فاكر أن الإيمان له علاقة بالكلام الكتير؟ يعني أنت بتقول لي أنت فاكر نفسك هتقنعني بشوية الكلام القليل ده؟ فرد عليه بولس: لهو أنت فاكر أساساً يا أغريباس أن الإيمان بالكلام سواء كان كتير أو قليل؟ لا، ده مش بكتر الكلام الإيمان يجي، مش بكتر الكلام خالص الإيمان يجي. إذا كنت أنت فاكر كده يا أغريباس يبقى أنت إيه غلطان. ولا فيستوس، تعالى فيستوس، هو أنت فاكر أن الكتب الكثيرة التي تحولني إلى هذيان دي
هي القادرة اللي أقنعتني، هي الكتب دي هي اللي أقنعتني، والكتب دي هي اللي بحاول أقنعكم أنتم بيها، لا يبقى أنت كمان غلطان. يبقى إذن الإيمان ليس له علاقة بكثر الكلام يا أغريباس، ليس له علاقة بكثرة الكتب يا فيستوس التي تحول إلى الهذيان، لكن كنت أصلي. لكن الإيمان منين؟ أصلي لمين؟ هو ده بقى، هو ده اللي حركك أنت يا أغريباس الله، هو ده اللي حركك أنت يا فيستوس علشان تعرف الإيمان. إنما الإيمان ليس له علاقة بأن أنا أقعد أمسك ودنك 4-5 ساعات، ولا أقنعك بكل الكتب اللي أنا قاعد سنتين أدرسها في السجن أو ما قبل ذلك، لا ليس له علاقة بهذا. يبقى أنتوا ما عرفتوش لسه إله المسيحية لو أنتوا فاكرين هذا الأمر. كنت أصلي بمفهوم تاني، كنت أصلي يعني ده هدفي قبل حتى ما أجيلكم. ما أنا أكيد عرفت من امبارح إن في حفلة بكرة هيكون فيها علية القوم، وهيكون فيها ملك، وهيكون فيها فيستوس، وهيكون فيها ناس كتير. قلت يا رب ده أنا إيه هقضي الليلة دي في الصلاة ليك يا رب، ده هي دي الفرصة الجميلة يا رب، ده أنا بتنشأ على فرصة علشان أشهد ليك قدام أي حد. هو أنا عاوز أكتر من كده؟ والي وملك وعلية القوم من الرومان، يعني أنا عايز أكتر من كده؟ أنا مش عايز أكتر من كده. قوات 100 وجيوش وحاجات، كل ده كلام جميل جدا. فكنت أصلي وانس إن أنا عرفت إن أنا هقف قدامهم. أنا كنت أصلي، صليت الليل كله علشان إيه؟ علشان هذا الأمر يكون منك أنت رب، علشان أنا لما أفتح فمي أنت رب اللي تتكلم، ويكون الكلام طالع بإرشاد الروح القدس، مش كلام بحسب التفكير البشري أو بالسلوك البشري، لكن كلام طالع بحسبك أنت رب، علشان تدعو الكل وتعرف الكل. صحيح أنا في السجن يا رب، لكن السجن ده هبقى فرحان بيه، لأن السجن ده هيتحول لمجد اسمك القدوس. ما هو لولا أنا في السجن، لولا اتعرض على الموقف ده وهقدر أشهد ليك قدام واحد زي فيستوس وقدام واحد زي أغريباس وكل اللي هيكونوا في هذا الاجتماع. 30. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرونيكي والجالسون معهم. خلاص دي كانت آخرها، يعني هو قال كده القديس بولس الرسول. وكل قال كنت أصلي لله أنه بقليل وكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم، يعني كل اللي في القاعة دي يصيرون هكذا كما أنا مخال هذه الخلود. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسين معهم، انتهى المجلس وكل قام وكل مشي وراء الملك. 31. وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. بعد ما أغريباس سمع القديس بولس الرسول جاله نفس إحساس فيستوس الوالي، وحس هو كمان إن القديس بولس بريء وإنه ما يستحقش الموت، وأعلم ده أهو هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. أهدي أكتر كمان، يمكن فيستوس شاف إن هو ما يستحقش الموت، لأن اليهود شايف يهود سايرين جدا وعمالين يقولوا لا لا يجب أن يعيش، لا يجب أن يعيش، وهو جه واحد من ضمنهم يهودي أغريباس وقال لا يستحق إيه حتى هذه القيود اللي في إيديدي. لكن الآية دي فيها حاجة غريبة جدا، فيها براءة، خلي بالكم الكلام، فيها براءة للقديس بولس وفيها إدانة لأغريباس والفستوس. لقطوها؟ فيها براءة للقديس بولس باللسان بالشفايف، لكنها فيها إدانة لفستوس والأغريباس. إزاي؟ والكل اللي حضر إزاي؟ فستوس لما حضر، لما عرض الموضوع على أغريباس، أغريباس كان عنده رغبة كبيرة إنه يشوف ويسمع القديس بولس. ده انت نفسك يا أغريباس قلت ايوه ده انا نفسي اسمعه، وراح رد فيستوس وقال له غدا تسمعه. تعالوا نقراه. كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل. فقال فيستوس، يعني رد فيستوس، غدا تسمعه. اعمال 25:22. لكن دلوقتي تحول الامر يا أغريباس من رغبه لسماع القديس بولس الى مجرد تاكيد على راي فيستوس. لا 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 ده بريء، انا كده اتاكدت يا فيستوس بعد الاجتماع اللي عملناه، وبعد ما قعدنا في دار الاستماع، وبعد ما سمعناه وادينا له فرصه يتكلم عن نفسه ويدافع عن نفسه، لان هي دي القوانين ونبقى فير لكل واحد، انا كده اتاكدت انه بريء. يعني أغريباس، عارفين القديس بولس الرسول لما قال في رسالته كده بعدما بداتم بالجسد بالروح تكملون الان بالجسد، أغريباس عمل كده. أغريباس بدا بالروح، بدا برغبه قويه، نفسي اسمع هذا الرجل، نفسي اسمع بولس، ولكنه كمل بالجسد. هو جايبك علشان تقول هو بريء ولا مش بريء؟ ده ربنا بعت لك فرصة من السماء
احنا نسيب الموضوع كله الاساسي ونمسك فيه، هل هذا الرجل بريء او غير بريء؟ عشان كده قلت لكم الكلمه دي كانت براءه، اعلان براءه للقديس بولس، ولكنها كانت اعلان ادانه لاغرباس والفستوس وللحاضرين. هكذا انتم اغبياء، بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد، قالها في غلاطيا 3:3. اللي عمله اغرباس ده مع الاسف قبل ما تبتدوا لما نبتدي نسن السكين عليه، يعني كلنا بنعمله. لما نكون مدعوين لحاجه مهمه ونمسك في تفاصيل صغيره تبعدنا عن الهدف الرئيسي، ساعتها بنبقى بنعمل زي اغرباس اللي ساب الايمان وساب الايمان الحقيقي وشغل باله هو بولس بريء ولا لا. اي حاجه بقى انتوا فكروا واسرحوا فيها، اي حاجه مهمه، ونسيب الحاجه المهمه ونمسك فيه الحاجه التفاصيل الصغيره خالص اللي مش مهمه خالص. لما نصوم حرفيا، نصوم صيام حرفيا ونسيب المعنى الحقيقي للصوم، بقينا اغرباس تاني. ده انت عندك صيام ربنا رسمه في الكنيسه علشان تاخد منه وتتملي وتشبع وتفيض على الاخرين، هتسيب ده وتدور في المكونات بقت كذا وكذا وكذا، ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك، علشان ما تفهمش غلط، يعني عشان ما يتفهمش ان انا ماشي مع اوكي خلينا ناكل اي حاجه، لا ينبغي ان تفعلوا هذه بس اقصد اوعوا الصيام اللي غرضه حلو اوعوا يتحول لحرفيه، والا نبقى تحولنا الى اغرباس اخر، اغرباس تاني. لما نسمع وعظه وندور في كل حاجه في الكلام ما عدا احنا استفدنا ايه، او احنا هنبتدي امتى، او اذا كان الكلام ده ليا، هل الوعظه الجميله دي لفلان كان نفسي فلان يسمعها، كان نفسي فلان تسمعها او كده، يبقى اذا انا اغرباس تاني هنا، سبت الوعظه وسبت الكلام الحلو اللي يلمسني واللي يدعوني على اني انمو او يساعدني اني انمو، وابتدي ادور هو الوعظه ده كويسه ولا حلوه ولا لبق في كلامه، ولا الانجليش بتاعه حلو ولا لا 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 خالص، يبقى انا كده خرجت عن ايه الهدف الحقيقي. لما اصادف فقير واقعد افكر 100,000 مره قبل ما اديله حاجه بسيطه، اي حاجه، وافضل افكر يا ترى هو يستحق ولا ما يستحقش، هو مطلوب مني ان انا اعمل كشف حساب لكل واحد فقير، وهل انا لو اديته ده ويجي لي الشيطان يقول لي اصل انت لو اديته انت بتخلي بالك انت بتشجعه على بالربع دولار اللي هديهوله ولا بالدولار اللي هديهوله بشجعه على كذا وكذا وكذا وحاجات وحشه. اجين انا ما بلغيش الحكمه، بس انا عايز اتعلم المفهوم اللي عمله اغرباس. خلينا نركز على مفهوم اغرباس وناخد منه ونتعلم منه، مع الاخذ في الاعتبار كل الكلام اللي حضراتكم طبعا عارفينه، الحكمه والكلام ده كله. هل انا لما بعمل كده بكون ماشي في فضيلة العطاء؟ ده ربنا وصلنا ان احنا كل من سألك فاعطيه، يعني اعمل بقدر الامكان على قدر طاقتك خير، اوعى تخلي بالك من الموضوع ده، وإلا نبقى انا وانتو اغرباس تاني، تحول من مجرد استثمار للفرصة اللي ربنا حطها في حياته الى هدف بعيد تاني. لا انا لسه اللي بتكلم، انا الملك اللي بتكلم من سلطه وماشي مع رايك يا فيستوس ان هو فعلا الراجل ده بريء. سيبك من بريء ولا مش بريء، خليك في قصه انك انت وخلاص نفسك هتعمل فيها ايه. ده انت شفت باباك، فاكرين لما اتكلمنا الموضوع ده، شفت باباك قدام عينيك وقع واكل الدود علشان لم يعطي العظمه لله. يبقى اذا قد يكون ده درس اولاني، وقد يكون ده افتقاد تاني من ربنا، فرصة تاني من ربنا علشان تتعلمها يا أغرباس. وبالمثل قبل ما نبعد بعيد، بالمثل ربنا بيدي كل واحد، وأنا كمان معاكم بيدي كل واحد فرصة، يا رب نفتح عينينا ونستفاد منها ونتعلم منها. لما أقرأ الإنجيل، بعض الناس بتقرأ الإنجيل بغرض يعني طوائف تانية، يعني حاجة مش طوائف أساسا، حتى أديان تانية بتقرأ الإنجيل بغرض أن أطلع فيه غلطات، مش بغرض ان ادي نفسي فرصه ان انا اتعلم من الانجيل، ان انا اقرا وافهم. خلاص بقيت اغرباس تاني في هذا الامر. حصلت مع السيد المسيح لما كان بيكلمهم في يوحنا 6 على التناول، يوحنا 6:63، قال لهم الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياه. طب انا اللي بكلمكم ده كلام روح وحياه، بولس عمال يتكلم على روح وحياه، وانت بتشوف هو بريء ولا مش بريء؟ شهاده حلوه وجميله وكتر خيرك، بس انت رحت فين؟ رجعوا إلى الوراء وتركوه. يوحنا 6:63 بعد ما قال لهم ده أنا بكلمكم كلام روح وحياة، بترجع إلى الوراء وتتركوني؟
عمل معجزات جبارة، سبتوا المعجزات ودورتوا على يوم السبت، تيبيكالي فرسي. الناس اللي بصت سابت بقى المولود أعمى والكلام ده كله، سابت المعجزة الجبارة بتاعت مولود أعمى وبصينا، أصل هو عملها في السبت، أصل هو ما كانش له إنه عمل. إيه العمل اللي عمله؟ إنه تفل في الطين وحوله في التراب وحوله إلى طين. 32، وقال أغريباس لفستوس، كان يمكن، أغريباس اللي بيقول لفستوس، كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. وده برضو تقرير غريب من أغريباس. لو بولس ما كانش رفع دعواه إلى قيصر كان ممكن يخلى سبيله. الله، طب ما هو ما رفعش دعواه إلى قيصر غير مؤخرا، يبقى ليه لم يطلق سبيله من ساعتها؟ احنا لا ندين أغريباس هنا في الموضوع ولا ندين، بس يعني الجملة بنفكر فيها. الله، طب ما هو ما رفعش فعلا دعوه لقيصر غير مؤخرا، ريسنتلي. كان فين وقت فيليكس؟ وكان فين وقت اول ما فيستوس جه؟ ولو ما كانش رفع دعوه لقيصر كنت هتطلقه يا فيستوس ولا كنت هتخليه؟ وكنت هتبقى حاسس انك مضغوط من اليهود وخايف من اليهود، وجه رفع دعوه الى قيصر ده المخرج ليك علشان انت ما تبقاش عملت حاجه، مش انت اللي عملت، انت غصب عنه هو اللي رفع دعوه الى قيصر، فانا مضطر ان انا ارفعه هو كمان الى قيصر. مش المهم هنا من أغريباس، يعني مش المهم هنا مشغوليته انه مشغول بحريه بولس واطلاق سراحه من سجنه، لكن بولس بيفكر في حريه تانية خالص. يعني انت بتقول ده صعبان علي، ده مسجون احتياط، يعني تحت الاحتياط كده سنتين حرام، لكن بولس مشغول بحاجه تانية وبحريه تانية خالص، مشغول بحريتك يا أغريباس، حريتك يا فيستوس، حريه كل الموجودين، حريتي وحريتك وحريتك انت من خلال رسائله ومن خلال تعليمه اللي بنقراها دلوقتي، علشان حريتنا الاهم اللي هي حريتنا من الشيطان. الاصحاح 27 هاخد كام آية صغيرة، أنا مش عارف الساعة كام، بس يعني هاخد كام آية صغيرة كده. 1، فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. نسافر، كل الآباء أجمعوا على أن طالما جت فيها نسافر يبقى فيها ندل على الفعلين، يعني يبقى فيها من ضمنهم لؤة كمان نسافر ومرافق القديس بولس. كتيبة أغسطس يقال أنها بتكون حاجة من بتاع 3000 جندي، وبيطلق عليها اسم الامبراطور اغسطس لانها بتاعته هو، وبيبقى فيها قواد 100 من ضمنهم يوليوس ده اللي كان قائد 100. فلما استقر الراي في الترجمه العربيه تديك ان كان في انطباع ان كان في اراء كتير، يا ترى نسافر بالبر ولا بالبحر ولا الكلام ده كله. لكن لو حضراتكم قريتوا الانجليش هتلاقوا المعنى and when it was decided that we should sail اللي هو الابحار، يعني SAIL. يبقى إذن هو قرار تم. طب نستفاد منه بإيه؟ هو ما كانتش زي دعوة كده كل واحد أنت تقول إيه، طب هنمشي بري، لا هنمشي بحري، لا هنعمل كده، لا ما كانتش كده بنت في الإنجليش، لكن كان قرار اتخذ. فالقرار ده إحنا نفهمه روحيا بقى، إن ربنا اللي قرر هذا القرار ده كان إله سماوي. ليه؟ علشان الأحداث اللي هنشوفها مع حضراتكم، مش عايز أحرقها لكم، الأحداث اللي هنشوفها، إيه اللي حصل في البحر وإيه اللي حصل في المركب والكلام ده كله هنشوفها بعدين، علشان نبقى عارفين إن ده كان قرار إلهي. لما تقرر، مش لما استقر الرأي فيها كده إن بشر بياخدوه وبشر كانوا مختلفين وخدنا فوت، لا. ففي الإنجليش it was decided. فصعدنا، آية 2، فصعدنا إلى سفينة أدراماتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا، وكان معنا أرستارخوس رجل مقدوني من سالونيكي. أدراماتينية نسبة لميناء كان اسمه بنفس الاسم أدراماتين، غرب تركيا. صعدنا، أقلعنا، دي تدي معنى حلو، بيتكلموا على لغة، وأرستارخوس اللي هو جه هنا تلمزي بولس ما سابهوش. هنا نشوف اثنين من التلاميذ أوفياء وشجعان للقديس بولس ما سابهوش حتى في هذا الموقف، قديس لوقا والقديس أرستاركوس. ركبوا مع مساجين علشان مش بس يكونوا مع معلمهم، لكن يخدموه وما يسيبوهوش لحظة. وقبل ما تفتكر ان ده عمل عادي، فكر كده، ده انت لو شفت حد مقبوض عليه في الشارع والبوليس ماسكه او محطوط في ايديه الكلبشات او حاجة زي كده، ده انت بتعدي الشارع ناحية تانية او تمشي من ناحية تانية يعني. ف
فقبل ما تفكر في حاجة زي كده شوف، حط نفسك مكانه وشوف هتقدر تعمل حاجة زي كده ولا تقول لا يا نهار أبيض ده أنا أتشبه. وما ما تزعلش، لأن تلاميذ المسيح نفسهم عملوا نفس الكلام، فنقدر نوازن الموضوع ده لما نحط تلاميذ المسيح لما شافوا في وقت حادثة إنه قبض عليه ليلة الصلب، كم واحد بقي فضل معاه وكم واحد مشي. ثلاثة، وفي اليوم الأخير الآخر أقبلنا إلى صيدا، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. بعد كده وصلوا لميناء صيدا اللي هو في لبنان طبعا، والقديس لوقا بيلقي الضوء على شخصية القديس بولس المسجون هنا، اللي حتى وهو سجين كان ربنا مديله نعمة في عين يوليوس قائد المئة ده. فقائد المئة ده قال له ايه، طيب خلاص احنا وصلنا صيدا لبنان، عندك معارف، عندك أحباء هنا، ناس عايز تكلمهم، على ناس عايز تبشرهم، على ناس عايز يعزموك يأكلوك يعتنوا بك أي حاجة، ف يعني تقدر انك مأذون لك انك انت تعمل هذا الموضوع. أربعة وخمسة، ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كليكية وبنفلية نزلنا إلى ميرا ليكية. اتحركوا من صيدا في لبنان، للي عارف الخريطة احنا في البحر الأبيض المتوسط، صيدا لبنان طالع فوق تركيا وماشي غرب، يعني هو ماشي كده بحيث الساحل تركيا وهيروح لغاية لما يوصل لإيطاليا، وفي النص كريت، يعني عندنا كده البحر في النص، البحر المتوسط في النص، وماشي من لبنان لتركيا وعايز يروح لروما، بس في جزيرة في النص، جزيرة قبرص وكريت هيقفوا فيه. كانت مركب وكانت الرياح ضدهم، فالرياح دي عدت، واضح انها كانت مركب صغيرة، فعدوا على موانئ صغيرة في تركيا. فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. الأجمع المفسرين إن السفينة اللي جاية من إسكندرية كان في مصر طبعا فيها القمح، فكانت القمح ده بيسافر لإيطاليا في سفن، سفينة جاية من إسكندرية، فأجمع إنها كانت سفينة قمح، بس لكن سفينة كبيرة لأنها بتساع البضائع أو القمح وبتساع في نفس الوقت ناس تانية، فهم ركبوا كمسافرين يعني في هذه السفينة الكبيرة من أحد المواني اللي كانت في تركيا. سبعة وثمانية، وهنقف عند ثمانية، ولما كنا نسافر رويدا أيام كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. كانوا ماشيين بالراحة لما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة، كانوا ماشيين بالراحة وقت كبير جدا، وقت طويل جدا. ليه؟ لأن الريح شديدة، الريح جنبهم، وزي بقول لحضراتكم هم ماشيين عايزين يمشوا ناحية الغرب، رايحين ناحية إيطاليا، بس الريح علشان كانت ضدهم فخدوا وقت أطول، علشان كده قالوا رويدا أياما كثيرة، يعني الريح لما تكون عكس الاتجاه تحس انك انت مش قادر تمشي، انت مش قادر تجري اساسا، السرعه بتاعتك قلت كتير، لو انت المسافه تقدر تعملها في 3 ايام ده انت بتلاقي نفسك عملتها في 7 ايام وهكذا. فكانوا بيحاولوا اساسا رايحين مشي ناحيه الغرب، لكن بالعافيه وصلوا جنوبا للطرف الشرقي بتاع جزيره كريت. انا هعمل معاكم النهارده ايه لاول مره، اول حاجه هخليكم انتوا، هديلكم شويه معاني كده وخليكم انتوا تربطوها او تتاملوا فيها، موافقين؟ خلاص احنا كده اخر ايه، بدل ما اسالكم قولوا تاملات، انا عايزكم تركزوا في الايه دي، وهطلع يعني كل واحد يحاول يطلع بنعمه ربنا كده حاجه كويسه. لما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنه التي بقربها مدينه لسائي. نقراها في الانجليش، passing it with difficulty we came to a place called Fair Heavens. Fair Heavens. المواني الحسنة اترجمت في الإنجليش Fair Heavens. ممكن بقى تتأملوا فيها دي بقى. حب أسمع كل تأملاتكم. لما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. Passing it with difficulty, we came
to a place called Fair Heavens. في حاجة قصتك يعني تأكيد عليها شوية كده. أيوة. إن هو يعني بالصعوبة وبالكاد وبالتعب. أيوة. هو برافو. ده اللي بيوصلنا، الجسر بتاعنا اللي بيوصلنا للهيفن، للميناء بتاعنا. إن إحنا مكاننا هنا في غربة البحر، وبنعدي بصعوبات لحد ما بنوصل للمرسى بتاعنا في النهاية، اللي هو أور هيفن. Thank you, Abir. إن الأمور بتمشي خطوة خطوة، ما بتتاخدش مرة واحدة. أوكي. حلو. لما يكون الريح مضادة، كويس، ده جميلة، حلو خالص. لما تكون الريح مضادة أنا محتاج إن أنا إيه؟ أمشي واحدة واحدة، كويس. أو على الأقل بمشي، حتى لو ماشي واحدة واحدة، لأن ده يدل إن فيا روح، فيا حياة. أنا بعد الشر عن الجميع، لو واحد ديد بتلاقيها بيمشي مع التيار، التيار ياخده. عارفين كده زي نياجرا كده، التيار ياخده ويشيله ويحطه، لأنه ليس فيه حياة. إنما لو في أي حتة حياة صغيرة هيقف ويمشي إن شاء الله تاتا تاتا، بس واقف ومضاد ضد الريح. ثانك يو أمجد، حلو خالص. بس عندي نقطتين تانيين. بعد إذنك يا بونا، أيوه اتفضلي تأوناس. فيها برضو نقطة الجهاد السلبي والجهاد الإيجابي. الجهاد السلبي أنا عمال بجاهد ضد التيار علشان أوصل للفضائل أو المواني الحسنة الشواطئ. حلو خالص. وفيها اللي هي طبعا كل الضيقات والعقبات زي ما عبير بتقول، يعني بعد الضيقة في فرج وبعد الموت في قيامة، يعني من النقطة دي برضو. ومن غير الدقيقة أنا مش هوصل للفير هيفن. عجبتني جدا المواني الحسنة، ملهاش دعوة خالص. بص في الإنجليش لا، فير هيفن. عجبتني جدا الترجمة. في حاجة تانية، هم راكبين في إيه يا جماعة؟ مركب. حلو قوي. المركب دي رمزها إيه في الكنيسة؟ الكنيسة. Thank you. السفينة. والسفينة مش أي سفينة، دي سفينة إيه؟ بس مش أيوة تفتكروا إن إحنا متعصب يعني. سفينة اسكندرية. سفينة اسكندرية. لقطوها؟ حاجة تاني. السفينة دي كانت شايلة ايه؟ قمح. Thank you. والقمح ده ايه؟ غذاء او كنيسة. خير. والكنيسة شايل، نعم؟ غذاء او خير، او يعني جاي منها الشبع. الأسرار المقدسة. نعم؟ الأسرار المقدسة، التناول. برافو عليك. القمح، التناول طبعا. الحنطه، عارفين هو يقول لك محنط معضد بحنطه. احنا في كنيسه، احنا في سفينه، والسفينه شايله القمح، والقمح ده هو التناول بتاعنا، هو ده اللي بيحمينا حتى لو في رياح كتيره جدا ضدنا، الا اننا نقدر نمشي حتى لو رويدا رويدا، ماشيين واحده واحده ضد الامواج دي، واخدين المؤونه بتاعتنا اللي هي القمح، اللي هي التناول، واحنا جوه السفينه محميين. هو ده اللي وصلنا للفير هيفن، هو ده اللي وصلنا الى الفير هيفن. اشكركم على الربط اللي انتوا قلتوه كلكم. حد عايز يقول حاجه تانية؟ في حاجه تانية بس ممكن ما اعرفش تمشي ولا لا. ان ده وصلنا للفير هيفن وليس الفيك هيفن. ان احنا لما نكون بنجاهد مظبوط او بنحاول في اتجاه مظبوط في سفينه حميانا كلنا، نوصل للفير وليس الفيك هيفن. اشكرك يا امجد. اللي دي اللي اتقال عنها قانونيا، لم نجاهد قانونيا، لم نجاهد قانونيا، الجهاد القانوني. فاشكرك فعلا، صح، نوصل للفير هيفن وليس الى الفيك هيفن. لالهنا كل مجد وكرام الان والابد، امين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد، امين. نشكرك يا إلهنا الحبيب على كل البركات يا رب اللي أنت بتفيد بيها علينا، حتى يا رب لو إحنا مش شايفينها أو مش حاسين بيها في أوقات، أو عينينا يا رب بتغفل عنها، لكن يا رب أنت رحمتك علينا يا رب دايما في كل وقت محوطنا وماسك بإيدينا وسيطر علينا، ونفرح قلوبنا دايما بزياراتك لينا وبعمل النعمة في حياتنا. يا رب أنت بتبعت كلمتك لكل واحد فينا بطريقة مختلفة، بتدور علينا، ما بتسيبناش يا رب نتوه، ولكن يا رب دايما بتسعى إن احنا نرجع لسمائنا، نرجع لفير هيفن، نرجع لمكاننا وهو حضنك يا رب.
يا رب نسأل يا رب بركة في الأيام اللي جاية، وبركة يا رب إن احنا نسبح يا رب بقيامتك في حياتنا، نكون دايما يا رب لينا حياة النصرة مش حياة الفشل، حياة النصرة باسمك، حياة النصرة بقيامتك، حياة الفرح اللي لا يقدر أحد أن ينزعه، ولا ظروف ولا عوامل ولا أخبار ولا أي حاجة يا رب تهزنا، لأن احنا تابتين فيك وراسخين فيك، عارفين يا رب إن ثباتنا فيك يا رب ده ثبات حقيقي، احنا فعلا يا رب أولادك، واحنا مأمنين يا رب ومصدقين إن خلاصك وموتك على الصليب ده أحيانا ورجعنا ليك، وبقينا في حضنك لا نرعى بعد عميل ولكن أبناء ليك يا إلهنا يا رب، زي ما كان الرسل وبولس الرسول وشايفين أعمالهم وتعبهم في أعمال الرسل إزاي عشان ينشروا كلمتك، اجعل لينا يا رب نصيب إن احنا نكون أداة في إيديك ننشر كلمتك يا رب، ونكون سبب لمجد اسمك، ولو بحاجة صغيرة نعملها، ولو بحاجة صغيرة يا رب نشارك بيها يا رب، يبقى ليها معنى في حياة ناس كتير ترجعهم ليك يا رب، إن كان يا رب ما بنعرفش نوعظ أو نعرف إن احنا نتكلم، ولكن يا رب تكون حياتنا هي الإنجيل المعاش اللي بيشوفوك فيه من خلالنا، وبيعرفوا إن إحنا مسيحيين، ويعرفوا إن إحنا أولادك وبنشهد عنك في حياتنا. يا رب بنطلب بركة خاصة لكل الناس يا رب اللي بتخدم اسمك في ظروف صعبة، وبتحاول إن هي توصل الإيمان في ظروف صعبة وفي أماكن صعبة، إن أنت تديهم معونة ونعمة وروحك القدوس يا رب يعمل معاهم ويسندهم ويقويهم ويحفظهم ويشجعهم. زي ما ماري مرقص عانى يا رب في ايامه وفي خدمته في مصر، وما كانتش ابدا خدمه سهله، زي ما بولس الرسول احنا شايفين اتعابه، اعن يا رب كل من هو يا رب بيخدم اسمك القدوس، اعن يا رب ابائي، اعن يا رب كل اخواتي في الخدمه، اعن يا رب كل من له انه يكون بياخد قرار يا رب لخدمتك ولبيتك، اديله يا رب حكمه، اديله يا رب بركه عند افتتاح الفم، اجعل يا رب روحك القدوس دايما هو اللي بيقودنا كل لحظه من لحظات حياتنا. امين. إن لنا صالح الحلول، اسمعنا واستجب لنا لهنا الحلول، بشفاعه ام النور عذراء مريم اللي عيدها النهارده، وشفاعه رئيس الملائكه الجليل ميخائيل القديس لما تكلى، بركه شفاعه هذه الايام المقدسه التي للخمسين المقدسه، اسمعنا ندعوك بشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا ولنا خلص المسيح شركة معي بتعطي الروح القدس فلتكن مع جميعكم، انتم بالسلام، والسلام الرب يكون معكم.